اتلم. كده يا سمية جايبان المحكمة بالبيجامة يا سمية؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ وبعدين انت ليك عيد ليك عيد تتكلم؟ ده احنا لسه داخلين يا ولية. ليك عيد البس. ايه يا سمية في ايه؟ يلا يا خاين يا غشاش يا خداع يا كذاب يا منافق يا نتن. سمية يا عرة الرجالة يا جعر. شكرا. انت بتخن انا؟ ما كنتكيش. ده ما عداش على جوازنا 6 شهور، تقوم خياني؟ ما كنتكيش. خنتني؟ ما كنتكيش. انت خنتني؟ ما كنتكيش. طب احلف. وبدون قسم ما خنتك. ايه؟ وبدون قسم ما خنتك. ايه بدون قسم ده؟ انا احلف في النار عشان بس تصدقيني، وبدون قسم ما حصل. انت كذاب اصلا. مش كذاب يا وليا. امال مين البت اللي قفشتك معاها في كبير السلم؟ ده حنان. والنبي. لا والله. ده انت عارف اسمها يعني خنتني. لا مش انا. ايه ده؟ امال مين اللي انا شفته بعينيا دول ساند جنبها وعمل على حيطه كده؟ انا. انت بتضحك على ايه؟ بتضايقني؟ ايوه انا. يعني انت خنتني؟ لا مش انا. يخرب بيتك. امال مين اللي انا شفته بعينيا دول؟ قلت له انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي ما بعملش. انا. يعني انت خنتني؟ لا مش انا. بلاش. حنان دي كانت في بير السلم بتعمل ايه؟ دي كانت جايه تمسح السلم. والنبي. اه والله. وما دام هي بتمسح السلم كنت انت ماسك الخشب ليه وبتمسح مكانها؟ شهامه. شهامه؟ انت عايزاني اسيب واحده ست واقفه في بير السلم بتعمل كده؟ كده؟ ده انت بتسيبني امسح بلاط الشقه ببقي. وانت ست يا سميه. ده انت ست الستات. كويس انك عارف. بس انا مش مصدقك. صدقيني بقى يا سمية. طب احلف. وبدون قسم ما خنتك. ده عشان بس تصدقيني. ماشي بلاش دي. مين البت اللي انا قفشتك معاها في السينما؟ ده حنان. افتكرتها اشواق. ما هي البت حنان في السينما بتقلب اشواق. يعني انت عارف؟ يعني انت اللي كنت معاها فخنتني؟ لا مش انا. يخرب بيتك. امال مين اللي انا شفته بعينيا دول حط ايده عليها كده؟ انا. يعني انت اللي خنتني؟ لا مش انا. طب احلف. وبدون قسم ما خنتك. يا ابني ما تعصبنيش. بلاش كل دول. مين البت اللي انا قفشتك معاها في عشة الفراخ؟ اهم كانوا معانا في العشة. عشان ما تظلمنيش. يعني هم شاهدين عليك فانت خنتني. يا ابني يا حبيبي، امال مين اللي انا شفته بعينيا دول ماسك ايد حنان وبياكله الديك؟ انت في ايه؟ عشان الناس عارفين ظلمك. الفراخ ليه؟ عشان مكسورة الجنان. طب احلف. طريب حنان في ايه؟ على النعمة انتوا ناس زي العسل. انا مش مصدقك. صدقيني بقى بقولك. انت راجل خاين اصلا. انا مش خاين. سمية انا بفوتلك حاجات قد كده وما برضاش اتكلم يا ولية. احترم نفسك. انا ماشي على الصراط المستقيم. صراط مستقيم؟ طب لما رجعت البيت امبارح كان في حد معاكي؟ ده كان مين؟ اخو حنان. في ايه يا راجل؟ وبدون قسم. ده كلام. انت وليا خاينه وكدابه. انا خاينه يا خاين بتلبسها فيا انا؟ انت كدابه. انت خنتني. انا ما خنتكيش. خنتني. ما خنتكيش. خنتني. ما خنتكيش. هي ارياف فجاه ليه في ايه اللي حصل؟ سميه كنا بتنيل. أنسة سمية. إيه يا حبيبي؟ إيه؟ أنسة سو أكدب يعني؟ أنسة سمية ما تضطرنيش أعمل حاجات أنا خايف منها. لا أنا بقى اللي هعمل لك الحاجات دي يا فتحي.
ويومك اسود النهارده. هتعمل ايه يعني؟ انا اشوف بقى اي حد هنا. الحل معايا يا فندم. ايوه معاك المنسي سبانخ. اهلا. يا اهلا وسهلا. أهلا انا المحامي وسهلا. وسمعت كل حاجه. هو يا انسه ده جوزك؟ أنا سمعت كل حاجة. أيوة. وسمعت إن هو بيخون. بس يا حبيبي في ناس كبيرة بتتكلم. المحامي جه. المحامي جه يا بابا. ما تضحك عليها يا بتخلف أنت. أنت بتضحك على إيه أنت؟ بضحك عليك. أنا محامي وأخرب بيتك. ماشي اتفضل يا أستاذ. ماشي كان بيخونك في عش الزوجية. أيوة وفي عشة الفراخ يا بيه والله. طب بقى ده بقى أجيب لك فيه طلاق من أول جلسة. بجد؟ بجد طبعا. ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ هنكتب يعني في عريضة الدعوة. ده شغلي بقى. أوه. نكتب في عريضة الدعوة ان هو خانك في عش الزوجية تاخدي طلاق من اول جلسة. يعني لو كتبت في العريضة خيانة في عش الزوجية اخد طلاق؟ وانا اخد فلوسي. حلوة اوي. انا اخش اقول بقى الكلام ده للمحامي بتاعي جوه. المحامي بتاعك ايه وانا رحت فين؟ انا اللي قلت الفكرة. سرقت منك العريضة عشان هي عريضة. خد هنا يا ابن العريضة تعالى عايزك. خش قدامي. خش قدامي يا ابن الرافضي. يا شاويش والنبي يا شاويش اعتقني. يا شاويش يا شاويش. ابوس ايدك فكني يا شاويش. ابوس ايدك فكني انت. يعني يرضيك يرضيك انا اتحبس؟ يعني يرضيك انا اتسحي السحله دي؟ والله العظيم انا مسجون على فرختين. انت مسجون على عجلين بمنظرك ده. طب والنبي يا شاويش بس نقعد هنا خمس دقايق. البنت فتحيه مراتي جايه. ممنوع. ممنوع ليه بس؟ ممنوع قلت لك. وانت عمرك ما حبيت؟ انت يعني بتجي على الجرح يعني؟ اه صراحه ايوه يعني وقعت في التجربه دي قبلك دي. وبعدين ايه اللي حصل؟ يعني رحت صرحت وقلت لها بحبك. اه وايه اللي حصل؟ قالت لي الحب افعال. وانت افعلت ايه؟ تعال نقعد يا شاويش. يعني حسيت ان دي حاجه مطلوبه يعني. حاجه مطلوبه؟ هنقعد بس والله. فتحيه مراتي جايه. يا كوريك. ايه فتحيه. طب انت كوريك. فتحيه. كوريك. فتحيه. وحشتنا يا فتحية. وانت كمان وحشتني قوي 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 يا راجل. والله العظيم غيابك ده عني خلاني نفسي اشوفك كل يوم. بقى كده يا كوريك تهون عليك فتحية تسيبها 6 شهور. والله يا فتحية ما تهونيش. ما تهونيش عليا يا فتحية. طب ايه؟ والله ما تهوني. وحشتني قوي. انت اللي وحشتيني يا فتحية. بجد؟ والله وحشتيني بجد والنبي. والله قوي قوي. هدي ايه؟ هدي الدنيا دي كلها. المماحين في نعيم. بقول لك ايه؟ ايه؟ عملت لك حته مفاجأة بمناسبة ان انت هتتحبس فظيعة. بمناسبة ان انا هتحبس؟ اه. ايه؟ بس انا عايزاك الاول بس تلف تبص كده وكده عشان تتأكد ان مفيش حد غير انا وانت بس اللي هنا. عينيا ليك. مفاجأة ما ينفعش حد يشوفها. عينيا فتحية. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا شيفونيري؟ يا باشا. مفيش حد غير انا وانت. يا حاجة. انا وانت بس؟ انا وانت بس. سبخت لك شعري اللون اللي انت بتحبه. الله الله الله. هو في قلم جاف طفح في شعره ولا زي القمر يا فتحية؟ ايه اللي فات؟ عجبك والنبي يا اخويا؟ والله العظيم زي القمر. ماشي. هو مش الموضوع ده رايح جاي ولا يعني اخر ما اسمع يعني انه يعني صد رد ولا ايه؟ وحشانة يا بيه. وانت قوي. بقول لك ايه يا اخويا؟ عامله لك حته مفاجاه تانية بس دي تقيله بقى. ايه؟ لا تلف بقى تتاكد ان مفيش حد غير انا وانت واقف. اطمن ان مفيش حد غير كنتوا الاثنين. مفيش غير انا وانت بس؟ مفيش. متاكد؟ مفيش. فاكر كنت لابسه لك ايه في ليله الدخله؟ ايه اللي فاكر يا فتحية؟ ايه؟ طب بص بقى. ايه يا عمي انت عبيطة؟ انت هتقلعي ولا ايه؟ هتسيبها يا عم. ايه؟ ما تسيبها. الولاية عايزة تقلع. ما تقلع يا عم. ليه يا عم؟ انا محروم. انا اللي محروم.
اوعي لعبت. اقسم بالله لكون قلعه مورياك. حلفت اهي. خلاص يا بنت اهو. ايه الجره؟ ايه ده؟ دي انت عجلت الدخله؟ يعني انت كنت بتدلعها ازاي؟ يعني ايوه بقى والجيبه ضيقه ولا ايه؟ بنت زي القمر. ايه كيف ده؟ ليه يا اخويا؟ والله يا بنت بقول لك إيه؟ هتخرج امتى من الحبس؟ نفسي اسافر بقى. كلها يومين ان شاء الله. طب نفسي اسافر، هتسفرني؟ اه ان شاء الله. عايزه تروحي فين؟ عايزه اروح بوركينا فاسو. ايوه بس دي الفيزا بتاعتها صعبه قوي. ولا صعبه ولا حاجه، ده هو طبق محشي الفيزا تيجي على طول. ايوه فتحيه. ايه العلاجة جنتنا دي؟ علاجه بتفح معفن و بيجامه. هنعمل ايه؟ يلا. انا متضايقه قوي يا اخويا ان انت اتقفشت في جوزين فراخ. طب ما يرضيش ربنا. معلش معلش. لا ما اتقفشتش يا راجل وانت بتسرق فلوس الجيمر. ايه يا فتحيه؟ يا الله. يا رب ما اتقفشتش وانت بتقتل صاحب المكتبه اللي تحت. الله يخرب بيتك يا فتحيه. طلع لي الجيمر. ايه يا وليه؟ ايه يا وليه؟ ناقص تقولي ان انا كمان اللي بخطف العيال الصغيره. ايه؟ ناقص تقولي ان انا اللي بخطف العيال الصغيره. يا راجل مش سامعاك بتقول ايه؟ ناقص تقولي لي ان هو بيخطف العيال الصغيره. وانا هبل عشان اقول الكلام ده. انت فيكي عرق غباوه يا فتحيه. مين اللي غبار؟ ايه انا عرق يا فتحيه؟ اه انا ستين عرق. لم نفسك يا فتحيه بدل ما مد ايدي عليكي. تمد ايدك على مين؟ يا عرق الرجال. همد ايدي عليك انت يا فتحيه. صلوا على النبي. همد ايدي عليك لو ما حصلتش. لا 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 فاهمني غلط. صلوا على النبي. بقول لك يا فتحيه لو ما لميتيش نفسك يا فتحيه اقسم بالله يا فتحيه في المواطنين ده يا فتحيه. انت بتسمعني؟ بقول لك والله العظيم يا فتحيه اهو يا فتحيه. انت ازاي بتتعامل معايا كده يا عم؟ انا بتعامل معاك زي ما كل الناس بتتعامل معاك يا فتحيه. لا كلمني عادل. لا انا بكلمك عادل. لا قسما بالله كلمني عادل. والله بكلمك عادل يا فتحيه. احترم نفسك. انا مش عايزك. تعالى معلش معلش استهدى بالله يا ابوي. ده عسكري شطرنج بتعملوا فيك ده ليه؟ ايه اللي نزلك محكمه انت تقعد في الشطرنج برنس؟ معلش يا امر الله. معلش معلش ترجل. اه تضربوه ليه؟ ده غلبان ولاك منه مالوش اب يعني. اه الراجل ده رخم قوي. معلش معلش تعالى حبيبي تعالى بس روح انت سيبه وانا هكلبش هنا. مالكش انت نزول يا ابني؟ معلش معلش. ايه يا ولا يا معلش معلش هو بس شاي شوي. السلام عليكم. يا الله عليكم السلام. هي يا اخويا اللي حصل ده؟ مش عارف يا فتحيه واضح ان انا خدت براءه. ايه يلا محفوظ يا محفوظ. ايه يلا محفوظ. قولوا ها يا محفوظ يا ابن عمي. ايه يلا محفوظ. ايه يا محفوظ خد يا قال انا هو يا قال يد يخرب يا محفوظ يد بتنده عليا في صاله بيتكم بس يد احنا في محكمه وحشنا قوي يا ولا. ايه لا والحلاوه دي اخلص وشك نور يا ولا من البندر. وشي نور وانا في السعوديه ايه اللي وشي نور من البندر؟ وحشنا قوي البلد كلها يا ولا. بعت لك السلامات وابوك وامك تحديدا. صح والله. ايه الحلاوه دي نازل البندر ايه الحلاوه على ما شاء الله. ايش شوز الحلاوه دي؟ انت في ناشئين بني سويف ايه اللي انت لابسه دي؟ قلت ابقى زي بتوع البندر يا ولا بس ابقى محتفظ بفلاحتي. فلاحتي؟ إيه بقول لك ايه؟ امي إيه؟ ما بعتتش معاك شويه زفر؟ بعتت يا ولا زفر يامي بس اهل البلد دول طيبين قوي. صح والله اهل البلد دول طيبين بعتوا زفر يامي يامي. ايوه ايه علاقة الزفر اهل البندر دول يالا طيبين قوي. ايوه انت بتعيد الكلام. ايه علاقة الزفر بقى للبندر طيبين؟ ماني اول ما نزلت من القطر قالوا لي عندك انت يا بلديني احنا هنوصلها لك ده انت ضيفني وخدوا الحاجه ومشيوا. خدوا الحاجه ومشيوا. ايوه وعرفوا العنوان من ايه؟ ايه وانا عبيط ما انا مديهم المحفظه فيها الفلوس والعنوان. يا ولا ايوه يا ولا ناصر عشان يركبوا تاكسي ولا اشتلك ايه انا عالمي والله. بقول لك ايه؟ ايه سيبك من الغباء دي انا عايزك في شغلانه محتاجه ذكاء. طب قلت لي انا ليه يا ولا؟ يا تسمع يا تسمع بس شغلانه هتخزني ليه يا شغلانه هتاكل منها الحرام.
ايه الحرام دي اكله جديده ولا في البندر؟ اكله منتشره بقى لها كام سنه. ايه دي الحرام دي بالفراخ المشويه؟ لا لا الحرام مش في الفراخ مشويه، في احنا اللي بنتشوي يعني. كل حرام هتلاقي نفسك على الجريل ان شاء الله. عايز اجرب الحرام دي يا غالي. ايوه بص اشرحها لك ازاي انت. إيه؟ بص هقول لك. في ثلاثه هيقعدوا قدامك. إيه؟ هتقف قدامهم. إيه؟ هيسمعوك قلت كلام حلو هنكسب، قلت وحش هنخسر. طب عايز اصور مع الاستاذ كاظم الساهر. استاذ كاظم الساهر ايه؟ مش ده زفويس؟ وانا قلت لك هيلفوا لك بالكراسي. مش انا يالا كنت بغني تحت السجره زمان يالا. السجر بقول لك إيه؟ ايه هيجي راجل دلوقتي هنداو اللي يقول لك عليه تقوله. ايوه ماشي اهو اهو يا سيستات. يا محمد محمد يا محمد محمد بس سيبك من محمد سيبك والله ما هينفع. جبت لي شهود؟ شهود معاك كبير شهود الزور في المحكمه. ايوه هتعرف هتقول ايه قدام القاضي ولا مش هتعرف؟ قول لي وانا اقول. هتقف قدام القاضي وهتقول له ان الراجل وقع لوحده من فوق السطوح، انا ما زقتوش. يا سياده القاضي الراجل هو اللي وقع لوحده من فوق السطوح، انما الراجل ده هو ما زقوش ولا حاجه، ده كان قاعد غلبان. الله ينور عليك. تعالى معايا بقى ايه نقعد بره واشرح لك هتعمل ايه. تعالى شوف شطوره ازاي. انا عينيا ليك حبيبي تسلم لي. تعالى نقعد في البوفيه. البوفيه ده هو يالا؟ ده حاجه حرام. ده هو يا ابني انت هو ركزوا فوق صاحبي ده لو جيت انا تديله بالجزمه خلاص. حاضر يا باشا يلا اطلعوا بره. لا بره وقفولوا هنا ما تدخلوش اي حد. عليك سلام عليكم النبي يا حاج. والنبي يا زميلي بعد اذنك معلش ما تقفلوش الباب والنبي. ايه يا حاج في ايه؟ معلش انا بس كنت عايز بس اتكلم معاك بس في حوار بس. اتكلم ايه بس انت غطي البافيتا اللي داخل عليها بيها دي. لا ما فيش انا كان عندي ماتش كوره مع الشباب بس. انت في السينما قول. سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام يا حاج. ازيك يا واد عامل ايه؟ انت مين يا حاج؟ ده انا بس كان عندي ماتش كوره ده بس ده الستايل بتاعي وانا بلعب. ستايل مين ده؟ زي ابراهيم. ايوه مين؟ ابراهيم. ايوه ايه؟ ابراهيم ايوه مين؟ بتاع غانا. غانا؟ اه اللي بيلعب قدام ورا الفيرويد. مين ده؟ ابراهيم ايوه اللي بيحط تاتش التيشيرت في الشورت. تاتش التيشيرت؟ ابراهيم ايوه. مين ابراهيم ايوه؟ ما تعرفش ابراهيم ايوه؟ ما اعرفوش. بتاع غانا. ما اعرفوش. انت عم تسموه ابراهيم ايوه ليه؟ ليه؟ عشان كل ما حد يقول ابراهيم يقول ايوه. ايوه ايوه. انت من العيله دي؟ قلت ايه يا حاج؟ قلت ايوه؟ لا يا حاج. امال قلت ايوه ليه؟ برد على كلامك. بترد؟ ايوه. مش عايزين بقى نرد على بعضينا بقى ونخش في قصه. ايه يا حاج غطي بس نفسك كده. طب تعرف الواد اسمواه جيهان؟ مين؟ اسمواه جيهان. مين الناس دي اللي بيلعب قدام بقى خالص في غانا؟ مفيش الكلام ده يا حاج. ايوه ده بيلعب ورا اسمواه جيهان. مش قصتنا، ايه اللي جابك؟ انت شكلك جاهل كرويا انت. ايوه انا جاهل. مع ان دماغك كرويه بس مش فاهم ازاي انت جاهل. يا عم انت عايز ايه مني؟ دماغك بتفكرني لما كنا بنلعب عند السوبر ماركت. ماركت انا والشباب. وبعدين يجي صاحب السوبر ماركت يقول لي انت هو مفيش لعب هنا وياخد الكره ومشيها نصين. الكره الكفر. النص بقى بتاع الكره الكفر اللي الشق ده بناخده نحطه في دماغنا كده ونحط شق ونعمل بواريك كده. انت مجنون يا حاج. اقول ايه؟ ما لكش دعوه بالحاجات دي. طب انت اللي بوس ايه مفيش امل؟ بوس انت ابنك جه من شويه يا حاج. لا ماليش عيال يا ابني. في ايه؟ امال في ايه مالك؟ لا اصل ما شاء الله البلاطه دي مش هتتعدل. معلش بتعالج بتعالج. طب ايه بقى شوف انت بقى. طب ما تزرع بقى. ازرع ايه؟ ازرع بانجو بقى فوق واكسب. بانجو؟ واكسب. اكسب ايه يا حاج؟ ازرع بقى شوف بقى. بص اقول لك على حاجه. انت ابدا جرب تجريف الارض الزراعيه دي مبدئيا دي رقم واحد. تجريف؟ وبعدين بقى هات بقى بيبيك جاموسه. بيبيك جاموسه؟ سماد. سماد؟ وحط على ام دماغك دي قيمه سنه يمكن تطرح حاجه نعناع ولا اي زبط على دماغك. كان شبه الكوتشي المعفن ده. يا عم جد جويري. ابرد. عايز تظبط بنت عايز تخرج تروح السينما بوش يا عم اجري في ايه واسمات دي يا راس بني ادم. طب ما تشيل بقى شيل الشعر اللي باقي ده اللي لما مؤاخذه على الجنب اللي ملوش معنى ده. مالكش دعوه يا حاج. وتبقى بلاطه كامله زي ابراهيم. ايوه بيت ابراهيم. مالكش دعوه بدماغي. خلاص انا قلت لك حل. انت حر بقى. انت جاي قاعد معايا كده انت بقى. صح يا ابو العساكر ولا صح والله. كمان ما هو الراجل مش فاهمني. انت ايه جاي تقعد كده؟ الناس تقعد على القهوه يا حاج. قوم يلا قوم يلا من هنا. مش عيب يا ابني تخلي راجل كبير قد امك يقوم يقف كده. امي امك عندها كام؟ امي عندها 30. طيب طيب ايه مخلفه ايه عيل صغير؟ ايه ما شاء الله كبيره اهو البلاطه يعني ما شاء الله مدياك سنه. تعالى يا حاج اقعد واحترم لسانك شويه. انا بس كان عندي مشكله كبيره قد الدنيا. ايه بقى مشكله؟ ان انا بقى ساكن ايه في حته شعبي لا مؤاخذه. وفي الدور الرابع تقريبا. في العماره. فالصبح لقيت بقى ايه قرع على الباب. قرع قرع شبه دماغك كده.
قرعه قرعه برضه ولا انا مش قرعه قرعه يعني انا مش متهيألي لا لا قرعه والله يا ابني والله قرعه لقيت بقى قرعه على الباب ما شاء الله شبه البلاطه فقلت مين راح الراجل قال لي انا محضر من المحكمه محضر قلت له محضر ايه يابا قال لي مديك جواب من المحكمه ان انت وحشت المحكمه ولا المحكمه وحشتني قلت له ايه يا ابني الجواب ده قال لي راح حاج ما اتلمتش لا مؤاخذه انا ليه متبرد احب ايه عيش سني عيش سني لسه عيل صغير انت عيل صغير المهم بقرا الجواب لقيت عيال واقعين عليا قضيه حجر حجر عشان ما باخدهمش على حجري انا لو اعرف ان انا مش هاخدهم على حجري ده يعمل مشكله كنت خدتهم من زمان على حجري انا فاهم غلط يا حاج قضية حجر دي بقى عايزين ياخدوا ممتلكاتك ما عنديش يا ابني ممتلكات اكيد عندك يا حاج حاجه غاليه ما عنديش الا عربيه اكيد العربيه دي غاليه جدا دي عربيه فول يا ابني عربيه فول وما فيهاش فول امال فين ده احنا شغالين بس كده بنمشي الصبح بدري 6 الصبح نمشي نقول فول لو حد قال عايز بنقول له لا ما فيش بس عشان نشتغل الايد البطله نتنا بعيد عنك شبه دماغك يا احترم نفسك يا حاج طب ما تروح تركيا تركيا اعمل ايه اضرب حقن في دماغك تطلع لك شعر مالكش دعوه بدماغي العمليه دي بتتعمل في نص ساعه وترجع في المطار بس دماغك بتبقى قد كده بقى حاضر حاضر انت قاعد في المطار كانك تقول العبيط اهو والله المطار الدول انت مجنون يا حاج ضارب حاجه لا يا ابني عيب انا ما ضربتش حاجه يا ابني امال عايز ايه انت انا بس عايز بس اللي انا قلته لك ده ايه عايز ايه اديت الحجر دي والقصه طب هنعمل ايه هنشوف لك محامي ان شاء الله وبعدين ده في كارثه بقى ايه الكارثه هم جايبين دليل من المستشفى والاطباء ماضيه ان انا اصبحت رجل لا اصلح ان اكون انسان وكاتبين كده الاطباء كاتبين ان انا خلاص بقيت متخلف وان انا خلاص اتلق بقى في الشوارع خلاص ورفعوا القضيه وكسبوها عشان انا مريض انت مريض انا بقى عملت ايه يدل ان انا مريض ايه ايه اللي انا عملته يدل ان انا متخلف مثلا او في حاجه ارجع ارجع ما انا قاعد بتكلم معاك ايوه ايوه عملت ايه لا ما عملتش حاجه يدل ان انا متخلف ما عملتش حاجه حاجه بس يا ابني ايه اللي انا عملته مثلا يدل ان انا متخلف ايوه عملت ايه يدل ان انا متخلف خد يا مش هقدر دي مش ايه ده حاج ايه انا عملت يدل ان انا متخلف ما عملتش يا حاج ايه انا عملت يدل ان انا متخلف ايه ايه اللي انا عملته طيب يعني يدل ان انا متخلف بيبان عليك بيبان عليك عملت ايه ولادك يدل ان انا متخلف ايه اللي انا عملته إيه؟ عشان عيالي يرفعوا على ايديك حاج عملت ايه انا عشان عيالي يرفعوا على ايديك حاج اهدى ايه اللي انا عملته اهدى حاج عشان عيالي يرفعوا على ايديك حاج اهدى حاج اهدى اهدى سيبوه ابعد عنه اهدى حاج مفيش حاجه اهدى ايه اللي انا عملته في ايه طيب ايه يا حاج مساهل الحال مساهل ايه 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 هات يا عم يا ابني انت يا عم الحاج السيجاره هتخلص وكل حاجه هتخلص واصبر بقى بالبلاطه دي اصبر بقى مالك يا حاج انت قوم عيب في حد بيقوم حد في الوضع ده يا ابني قوم يا حاج اصبر خلينا نشرف نفسي انا تصرف ايه لا مش في السجن في السجن قوم يا حاج انت في المحكمه اصبر بقى يا اما تبقى شغلتك بقى هتعمل ايه عايزين نخلص الدنيا نخلص ايه ما تسيبه يا باشا عشان ما تسيبه يا باشا خليك يا ابني اسمع كلام ابو العساكر ابو العساكر قوم يا حاج 15 دقيقه بس 15 ايه يا حاج قوم عين ايوه جاي اهي جاي ايدك يا عم ابوس ايديك يا ابني سيبنا بقى بالنبي ما تقرفنا يا عم سيبنا يا عم معلش تعال يا جدع سيبونا بقى خلينا نخلص يا تعال يا عم تلاقي اهو ايه ده في كوبايات تحتينا اهو يا عم ايه يا عم المورد تعالى يا حاج ايه ده انا اعمل لك اللي انت عايزه مفيش كشاته ولا حاجه كشاته اقعد يا حاج اقعد كده بالراحه وقول لي عايز تعمل ايه في عيالك شكرا قول عايزين بقى نشوف حوار القضيه دي هنعمل فيها ايه بتعمل ايه يا حاج مش دي طفايه ولا ايه دي احترم نفسك يا حاج كده بنستخدمها بدل ما هي زلطه كده منها للسما بقى ما تخليش اقل ادب عليك طب هنعمل ايه بقى في القصه بتاعت الحجر دي انا ما عنديش حته اقعد فيها يا جدعان طب انت عايز مني ايه جاي لنا ليه جاي اسالك سؤال واحد صغير ايه هو بالنسبه للعشوائيات الناس هناك شطافه لا مؤاخذه ما بقتش بتطلع ميه طب نعمل ايه حتى مناديل الاقوى فينا بقت اقوى مننا مش عارفين نجيبها والكراريس بتاعت العقل اللي بيكتبوا فيها المدارس بناخدها ونتشرف نفسينا أيوة لكن الشطافه الاساس تشرب شاي يا حاج نعمل ايه ما بدات شطافه تشرب شاي يا ريت كم معلقه سكر معلقتين وربع يا حبيبي
حبل يا ابن بسرعه. غير ما ايه ده؟ يا عم في راجل قد امك ايه؟ طمي انت في ايه يا عم؟ انا كل ما اقول لك العشوائيات تتعصب فيها. انت تستهبل يا عم؟ دماغي دماغي يا ابن دماغي. طب سيبنا كم من شويه بره يا ابني. يا عزيز يا عزيز انا في المحكمه، انت فين؟ انت فين يا عزيز؟ ياس يا متر انا هنا يا متر في المحكمة. انت فين؟ يا عزيز ايه يا متر؟ ايه جبتني على مال وشي ليه؟ انا موجود يا متر هنا، انت فين؟ ايه اللي حصل؟ الشركة عندي اتسرقت. وبعدين؟ وبعدين الراجل شريكي بلغ البوليس. وانت من ضمن الناس اللي هو شاكك فيهم؟ لا انا اللي سرقت. طب وبعدين؟ المهم ان ما يكونش حد شافك. لا الحمد لله ما حدش شافني خالص، الحمد لله ما حدش شافني، بس هو مركب كاميرات. الكاميرات بقى لقطتك من ظهرك وانت داخل. يا ريت، ده مش حاططها في السقف، لا حاططها جوه الخزنه ابن اللعيبه، فانا بفتح الخزنه كده لقيت الكاميرا كده. وفرحان قوي. قعدت اقول لها باي باي. باي باي. وبعدين؟ بعدين بقى لقيت زرار احمر كده مكتوب عليه بلاي ومش منور. يعني الكاميرا مش شغاله. قمت دايس عليه. ايه يا عزيز؟ قلت له مش انا، مش انا اللي بسرق، مش انا اللي هسرق دلوقتي. بتثبتها صوت وصوره؟ لا ده انا نفيت. نفيت ايه يا عزيز؟ حرام عليك، كفايه غباء بقى، كل شويه تجيب لي قضيه اصعب من اللي قبلها. قلت اقول له ان مش انا اللي بسرق. خلاص يا عزيز خلاص، محلوله ان شاء الله. ايه هنعمل ايه؟ ولا حاجه، كل المطلوب ان احنا نثبت ان اللي طلع في الكاميرا ده مش انت، شخص تاني. يعني انا لو اثبتت ان مش انا اللي كنت جوه انت ايه الكاميرا. انا اللي هثبت، انا المحامي، انا شغل انا ده. ايوه يعني لو انا اثبتت ان مش انا يا عم انت مش هتعمل حاجه. يعني انا ما بحبش نظره الذكاء اللي انت بتشع منك دي، انت مالكش دعوه بحاجه، انا هضرب شهاده وهجيبها احل. لو انا بقى مش انا اللي كنت جوه الكاميرا يبقى انا كده اثبتت. ده رايح فين يا غبي انت؟ اعمل ايه؟ اروح الحق اضرب شهاده بقى عشان ده هيودينا في داهيه. اخسى عليك يا سي فتحي، ما كانش قصدي. دلوقتي بقى سي فتحي ما كانش قصدي يا سميه كده يا وليه؟ ولا عشان القاضي قال لك لو رفعت عليه قضية طلاق هيطلبك في بيت الطاعة؟ دي كانت وزة شيطان وراحت لحالها. وزة شيطان؟ مين اللي وزك يا بيت؟ تصدق حنان هي اللي وزتني. طب على الطلاق منك انت وحنان يا سمية، لا اطلبك في بيت الطاعة. يا نهار اسود. انا بقى هعرف انا هعمل معاك ايه. انا اسفة يا ناس اللي في المحكمة. يا ستي انا اسفة، انا هطلب مراتي في بيت الطاعة. واللي عندكم اعملوه. مساء الخير استاذ بسلة، انت رحت فين؟ بسلة ايه؟ يا مدام تورلي انا سبانخ. انت متضايق ليه؟ كله بيتاكل اصلا، في ايه؟ ايه اللي كله بيتاكل في ايه؟ انت شفت اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل؟ القاضي قال لي لو رفعت عليه قضيه طلاق من حقه يطلبك في بيت الطاعه. يبقى نرفع عليه قضيه خلع. انت عارفه بقى تخشي على القاضي تقولي له اخاف الا اقيم حدود الله. اهم حاجه دي، لو ما عملتيش دي هيحبسوكي. لا حاضر. خلاص يا عم سباني. نعم. انت هتطلعني سيكيميكي؟ انت طالع سيكيميكي لوحدك، انت هتلبسها فيا. بقول لك ايه، خرجني من الحوار ده يا عم سباني. اخرجك منه، انا عندي ليك طريقه. ايه؟ احنا نقول انها سرقت الشبكه اللي انت جايبها لها. الله اكبر. البي مش جايب شبكه اصلا. مش جايب شبكه ليه؟ تحرجني ليه مع العربيه اللي واقفه؟ نسيت اجيب. نسيت اجيب والله، معلش. اتصرف بقى، وريني هتعملوا ايه. ما اجيب لك شبكه منين انت؟ ده ممكن لو جبت لها غويشه تلبسها في وسطك وتعمل كده. بقول لك ايه، هنعمل ما ايه؟ ما يهمكش منها، هعمل لك فيها حته ملعوب. يلا. ايه؟ هنجيب فاتوره قديمه اللي انت جبت لها شبكه وانا هضربها لك. الله اكبر عليك. انت ليه بتعمل كده؟ انت مش كنت معايا انا في الاول؟ لو رفع عليكي قضيه سرقه الشبكه نرفع عليها قضيه تبديد منقولات. المية جت؟ لا اصل انا لسه مركب لها تيل جديد. ها ايه انت هتودينا في ده يا عم سباني؟ اخد منك قضيتين ومنها قضيتين عشان اكل عيالي كده يا سميه. كده تدخلي بينا اللي يسوى واللي ما يسواش.
انا جوزك ابو عيالك. مش انت اللي خنتني في الاول؟ ما خنتكيش. طب ايه؟ وحياة ربنا ما خنتك. انا اسفة. انا اللي اسف. أمك اسمها شلبي. أنت كل يومين هتحب لنا في واحدة؟ إيه يا عم؟ أقسم بالله أنا خايف وأنا واقف جنبك، في إيه؟ وأنت مش اتخطبتي تتبسي ليه أنت؟ تتبسي ليه مش اتخطبتي؟ تبسي في دماغي، إيه ده؟ إيه اللي إيه ده؟ يا سيدي الأستاذ، يا سيدي الأستاذ. نعم، أفندم. لا خلاص البسها كده. شعرك حلوه. ما احنا كمان بنعمل رومانسيه. سهله يعني. ايوه بس الرومانسيه بتاعتكم دي تحبسكم انتوا الاثنين. وبعدين تبص في دماغه ازاي ما عرفتش؟ لا ما كان لابس طاقيه. بقول لك ايه؟ نعم. مجهزين لنا حاجه تاريخي؟ حاجة يلا, تاريخي. يلا 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 اتفضل يا استاذ اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل اقعد هنشوف الهواه دول اتفضل. احنا قاعدين بقى. يلا يلا. ايه ده؟ يلا مش عايزين تبقوا معانا الموسم الجاي. يلا يلا. يلا اعملوا لنا حاجه تاريخي بتضحك يعني فجرها مثلا. يوه ما بحث الضحك تعالى. يا لهوي. كمل. لا ما احنا المفروض نخرج. هو هو اللي هو اللي بيكمل. اني سلومه سلومه سلومه. التكيل الاول بنزول حمد المرجاني. يلا عايزه ايه؟ اعوذ بالله منك. طوفان واقف بره بتشفط اللي بيخرج. ايه على اليافطه يافطه. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. ايه ده؟ طب والله كويس الواد محفوظ لوحده. اما ظبطه كده عشان يظبط لي القضيه بتاعتي. واد يا محفوظ. ايوه. اوبا اوعى المراه الفسيكوز. مالك ملعلطاها زيادة عن اللزوم كده؟ ايه رأيك؟ ايه رأيي؟ ما شاء الله منوري. بس غريبة يعني جاية من غير كلبشات. اخصى عليك كلبشات ايه؟ هم قالوا لي عندك استدعاء. قلت لهم جاية وراكوا على طول. يا ولية انت كل يوم عندك 30 قضية في الرول. يا اخويا ما شاء الله الله اكبر. خايفة تتحسدي؟ الله اكبر. القواضي دي بنلاقيها في الشارع ولا ايه؟ بنلاقيها في الشارع. ده انت لو بطلت اجرام القضاة هياخدوا اجازة سنة والله. شفتي انا اللي فاتحه كل المحكمه دي كلها. مالكيش اب يلمك ولا اي راجل يسترك. الله يرحمه. ابوكي مات؟ راح في حكم. ايه ده كان بيلعب الشايب ولا يعني حكموا عليه يموت فهو امين قوي بقى. شايب ايه يا واد؟ حكم اعدام. مات في حكم قضائي. ايوه فسري الكلام. طب مالكيش يعني حبيب ولا اخ ولا قريب؟ اخويا الوحيد بحفى وراه في الشوارع مش لاقياه. طبعا طفش مستعر منك ومن ابوكي. لا امي بعته وهو صغير. للدرجه دي كنتوا جعانين؟ كانت يعني خرمانه في سجارتين. خرمانه في سجارتين بعت اخوكي؟ الكيف بيزل يا محفوظ. طب ما ترتبطي بواحد يلمك. والله نفسي بس البعيد نقول ايه بقى؟ ما بيحسش. انت بتصبنيني في ايه؟ ما تحاولي توضحي له وهو هيحس. بقف معاد الساعتين وما بيفهمش. لا ده حمار بقى. طب بقول لك ايه، وشغال فين؟ شغال هنا في المحكمه. زمول يعني؟ طب قولي لي عليه وانا ايه هحاول بس اجيب معاك كده شويه في الكلام. شغال مع القاضي. شغال مع القاضي كمان؟ واول حرف من اسمه ميم كمان. اه مفيش حد شغال مع القاضي واول حرف من اسمه ميم غيراني محفوظ. ايوه. ومنعم السواق والسكرتير متولي. شيل منعم السواق والسكرتير متولي، يتبقى مين؟ ما يتبقاش حد. بقول لك اني محفوظ. ايوه. ومنعم السواق والسكرتير متولي. شيل منعم ومتولي، يتبقى مين؟ القاضي. معقوله هيبص لك القاضي؟ يتبقى انت. انت مش بالميم يا اختي. انت بالهمزه وفي ناس خطا ان يقولوا عليها الف. يا نهار اسود. يتبقى إيه؟ محفوظ. صح والله. اه والله يا بنت ماني فهمان. يكونش اللي عايزه واللي رايداه. اسمه محفوظ على اسمي. يا خرابي. انت تعرف القنباشي عبعال؟ مين القنباشي عبعال؟ بتعليا مسكين.
فينا. لا بس كان متقمص دور الغبي بشكل فيش حد غبي كده في الحقيقة والله. لا والله فيه قدام. لا يا بنت انا عارف بس تجلان عليكي. ليه بس يا محمود؟ زري 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 زري. والله بنعمل المسرحية دي احلى. اه والله يا احلى وحافظينها. احسن والله. والله والله احلى بكتير. بكتير. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا لو هتجوزك اوعي تبصي لي ان انا فقير. لا. انا هعمل لك احلى فرح فيك يا جمهوريه. هتعمله لي فين؟ هعمله لك في اكبر قاعه فيك يا مصر والله. قاعه ايه؟ قاعه الجنايات عسل. تقعدي في القفص كده تبقي عصفوره والله. يا ساتر يا رب. وهجيب لك مهر. لا بص انا المهر بتاع شويه حبر على ورق. اكتب لك شعر. ايه القرف ده؟ اما الحبر على ورق ايه؟ عارف القضيه 525؟ اللي انت متهمه بقتل فيه. قتل خطأ يا اخويا. يعني لو قتل صح هتبقي بريئه. يعني بص اسحب لي منها اي ورقه. اسحب لك منها ده انا اتحبس فيه. امال اتحبس انا وما نعرفش نتجوز؟ لا لا خلاص انا جات لي فكيري. ايه؟ بصي انا بالليل البس شراب. أوه. استنى الحاجب وهو داخل اضربه على راسه يموت اجيب لك الملف. يا نهار اسود. ايه؟ ما انت الحاجب. ايوه صح انا الحاجب. طب بصي بصي. ايه؟ انا بالليل اكلم واحد صاحبي يلبس شراب يستناني وانا داخل يضربني على راسي اموت اجيب لك الملف ونتجوز. يا نهار اسود ايه حكايتك مع الشرابات بس؟ امال ايه؟ طب بص اجي انا بالليل والبس الشراب. ما اهم حاجه الجزمه تيجي مقاس الشراب. جزمه ايه؟ ما احنا الشراب ده مش نافع كل ما نقوله القضيه بتدور. طب خلاص لازم تتصرف انت. تعالي هي عايزه جور انا اخش على القاضي هيحصل ايه يعني اقول له يا سياده القاضي انا خايف. يا اخي رد بقى يا عزيز رحت فين الجلسه هتبدا رد عليا. لا ليلى ليلى بابا وماما عملوني حلوه مش عارفه ليه. ده صوت انثى ده أنسة متفجرة الأنوسة لسه قبل ما فرقع من كتر أنوستي. الله إيه ده؟ ده أنا افتكرتك أنسة بجد. يلا يلا يا أنسة يلا تعال. إيه ده؟ تعال يا طويل يا فرع أنت تعال بس أموت في نطيحات السحاب. تعال وأنا ما أحبش أنسة الكلب. أنسة الكلب؟ أنسة الكلب. لا أنا مش كلب تعال بس تعال. الله عايزة بقول لك إيه؟ نعم. يلا على الشقة. ايه ده انت مالك مباشره كده؟ انا مش مباشره انا متشفره. ده انت قذره. يلا بس يلا يا حاجه من هنا. يلا يلا حاجه. ايه يلا انت؟ يلا يا ماما. طب بقول لك ايه تعالى نتعرف على بعض يمكن لما تعرفني تحبني. لا خالص ما عمري ما احبك. لا لا يمكن والله لو اتقفشت معاك هياخدونا فعل فاضح مع الحيوانات. امشي بس يا سيدي وانا دبه ما يلا بقى. يلا يا ماما. بقول لك ايه بتحب الكوره؟ ايوه بحب الكوره بس كل الستات ما بتحبش الكوره. مين قالك الستات ما بتحبش الكوره؟ ده انا بموت في الكوره ده انا كل كور 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 كور. امال ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. عارف محمد صلاح؟ اه انا اللي صلحته. تعرف كهربا؟ ايوه انا اللي شحنته. ايه وليه يلا بقى يلا. طب استنى بالمناسبه دي ايه رايك في كوبر؟ لا انا ما احبش كوبر انا بركب كريم. يخرب بيتك انت اخزر واقبح انثى شفتها. لا في اجزر حمدي المرغني. ربنا يعينك. لو طب يلا 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 اتكل على الله. يلا عشان عندي جلسه والله هروح في ده. عندك جلسه ايه بقى؟ والله عندي شغل امشي يا سيدي. يلا بقى هوب نط هنا. يلا هوبا ودي كنغر. يلا كنغر ازاي بس نط. ايه يا هوب فين؟ يلا هنا هوبا. ده في هنا عشش وسناجب وقرف. يا عم يا ده يلا. ايه ده؟ يلا ما تضايقني. ده طلع امتى؟ انت لحقت حملتي في ساعتها؟ يلا بقى يلا. اول مره اشوف اللي قدام والله. وما خفي كان اعظم. ده انت لسه هتشوف العجب. يلا يلا يا معفنه. ايه ده؟ وانت بتشحني ايه؟ يلا بينا. يلا يا حاج يلا 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 بس بقولك امشي بقى. ايه ده انت كده بتغريني؟ اقسم بالله ده انت تطفشي بقى. ايه ده؟ ايه اللي انت فاهم ايه الاغراف دي؟ انت عمرك في راجل حب اللي انت بتعمليه ده؟ كتير والله بس النفس. طب يلا يا اما يلا. كتير. ايه الضحكه دي؟ انا كده اثبتت ان مش انا اللي كنت جوه الكاميرا. انا عارف النظره الغبيه دي. انا عزيز. ايوه. يخرب بيتك ايه اللي انت عامله ده؟ عملت عمليه وقلبت ست. ست ايه ده انت قلبت زكية زكريا يا متخلف. ايش فرقه بقى المهم اطلع براءه. يا ابني ما ينفعش انا جايب شهاده هنلعب مضروبه. اه بس ان انت ذكر يعني هنخش نعمل قضيه على ان انت ذكر مش انثى. يعني كل اللي انا عملته ده راح في على فشوش. اه راح على فشوش. يلا بقى نغير القرف ده وندخل عشان الجلسه هتبقى. طب يلا يلا يلا, يلا ورايا. يخرب بيتك.
يا ابني انت وهو هيجننوني معاكم. الصحفي ده هيقعد يتنكر ويتشال تقفشوه، محدش يدخل غير لما تشوفوا البطاقه بتاعته. خلاص حاضر يا باشا. مفيش محامي هنا يا اخوانا ولا حاجة. في ايه؟ في ايه؟ مفيش محامي هنا في المحكمة؟ انت عايز يا محامي؟ انت عايز يا محامي؟ ده عايزك هنا قنبلة التسلخات والله مسلخة دي. في ايه؟ في ايه يا ولية؟ مش محامي هنا؟ اهدي يا نسا، في ايه؟ عايز يا محامي. حاضر هنجيب لك بسرعة. في ايه؟ اقعدي بس هنا كده وبالراحة. ولا هنفضل نلف حوالين بعضينا كده كتير؟ لا لا اتفضلي حضرتك اقعدي. في محامي؟ في محامي وفي كل حاجة. اتفضلي اقعدي. حاضر. سكرانة ولا في ايه؟ في ايه بس يا ابني؟ اتفضلي. اتفضلي اقعدي. يا اهلا وسهلا يا اهلا. يا اهلا يا اهلا. ايه ده؟ محامي فين ان شاء الله؟ ما لبستش الشنكار ليه؟ الشنكار مع ابراهيم. ايوه ايوه. فين الاسم ده؟ تعملي ايه؟ زي جلبرتو. جلبرتو؟ اه. في ايه يا مزمزيل؟ كان البرد. في ايه يا نسا؟ يا ستي سيبني بقى اخد حريتي وانا قاعده بقى، ما تعرفنيش. خدي حريتك يا ستي. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. يرضيكوا بقى النصيبه اللي انا وقعت فيها دي؟ ايه اللي حصل لي؟ اتمسكت اداب متلبسه ظلم. اداب متلبسه ظلم؟ ايوه. لا نعرف الحكايه. انا كنت قاعده في شقتي في امان الله ونايمه في سريري. أيوة. فجاه صحيت من النوم لقيت خمسه جنبي. ده ذنبي؟ لا مش ذنبك طبعا. مال ذنبي مين؟ طب ايه اللي حصل بالراحه؟ لقيت البوليس بيخبط على الباب. مين بوليس؟ قلت يا نهار اسود، رحت في داهيه. ما كانش قدامي الا حلين، يا اما نط من الشباك واموت كفره، ومش هينفع اموت كفره انا حرام. لانه انتحار. صح. فقلت اقضيها مع الشباب واعيش فجره احسن ما اموت كفره. ايه الشعر بيخش في بقي مش عارف. معلش معلش. ايه ايه دي كل حاجه في ايه يا ست؟ ايه ده اللي انت لابساه؟ دي جزمه، دي جزمه الساحره. الساحره؟ دي اللي بتمشيني دي. بجد والله؟ انت برضو البلاطه مالهاش امل خالص. في دماغي. سيبنا ارقعك بوسه في القرعه دي اطلع لك الشعر من كل حته. مالكيش دعوه براسي. بس يا ابني هنعمل ايه بقى في القضيه اللي اترفعت ظلم دي؟ معلش ان شاء الله هنحلها. نعمل فيها ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت مين انت؟ انا اسمي اسهال. اسهال؟ اه. تعرف سموني اسهال ليه؟ ليه؟ موجوده في كل حته. اي حته تروح تلاقيني. ايه القرف ده يا ست انت؟ يا طبعا قرف، انا زمان كنت قمر 14. وايه اللي حصل؟ زمان بقى جالي برد جامد ضيعني. برد؟ والله جالي وقع وشك. ها؟ جالي زكام غير ملامحي. زكام غير ملامحك؟ ولا جالهم صرص؟ ايه اللي حصل لهم؟ الله يرحمهم بقى. يا نهار اسود. طب انت عايزه ايه مني؟ انا ظابط في محكمه، عايزه ايه؟ عايزين نعرف هنعمل ايه في القضيه دي. انت في انهي قاعه المحكمه؟ قاعه الاندلس. مش حنتك، بقول لك القضيه بتاعتك فين؟ ومش ده شارع التسعين؟ شارع التسعين. انت مش شنط. ايه اللي شارع التسعين؟ التسعين ايه يا ست انت؟ الله، قالوا لي ده شارع التسعين وقاعه الاندلس على النيل قدام. عنيل في شارع التسعين؟ الله، ضربه ايه يا ست انت؟ وانا تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه يا ماما. الله الله. طب هنعمل ايه بقى في القضيه دي؟ اقفلي رجلك. ايه هنعمل ايه في القضيه التلبس الظلم دي؟ حد يعرف يطلعني منها ولا هندور الضرب بقى ولا ندور الضرب في مين؟ عايز اعرف بس الخمسه جالهم نفسي ازاي بس مش اكتر. يا ابني بقول لك كان البرد ضيعني والله. يا ست انت حلو حاجه. جالي زكام جامد قوي ولا كومتريكس نفع ولا حاجه. كومتريكس؟ جربت كل الكومتريكس مفيش. يا ست انت عايزه ايه من امي؟ انا نفسي البلاطه دي تنبت. يخرب بيت البلاطه. لو البلاطه دي نبتت همشي. خلاص حاضر حاضر. انا جاي اسال سؤال بس وامشي. ايه هو؟ العشوائيات. عشوائيات. الشطافه نفختنا لا مؤاخذه عشان نبقى عارفين. مش عارفين نعمل ايه في الشطافه. اه. والقعده ما بقتش مستحملانا. اه. لان فاهم في ناس كتير مستنيه الدور. الدور؟ ما بقيناش عارفين نعمل ايه. اه. فيا تجيبوا لنا شطافات يا تجيبوا لنا شفاطات بقى ونتصرف فيها. شفاطات؟ اه. تشربي شاي؟ يا ريت. كم معلقه سكر؟ معلقتين وربع. الحبل يا ابني. ايوه. عشان القضيه. ايوه ايوه. اقول لك على حاجه للبلاطه دي؟ خد حط دي مكانها. حط دي مكانها. حط دي على البلاطه. انت استعمل ايه؟ كشفتني؟ كشفتني ليه؟ استعمل. انا متنكر. كشفتني ازاي؟ ابراهيم يا ولعة. الحمد لله الحمد لله يا رب. مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا متر. والله مش عارف اقول لك ايه. اي خدمة. عملتها ازاي دي؟ ولا حاجة يا عم. جبت شهادة مضروبة من دكتور تجميل ان انت عامل عملية بقالك ست شهور.
يعني قبل ميعاد الحادثه بست شهور. يعني الشهاده بتاعت عمليه التجميل دي هي اللي طلعتني براءه؟ بالظبط يا سيدي. ورضي اديها لك كده الدكتور؟ هقول لك بقى، مش في ناس كويسين ومحترمين؟ اه طبعا. في بقى ناس مش كويسين، في ناس شمال، في الحاجب المرتشي، في الدكتور المرتشي الحلو، محامي زي حالاتي، ناس شمال كتير. ربنا يخللنا الناس الشمال. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي قفله مسرحيه؟ ربنا يخللنا الناس الشمال؟ والله يا ريس عملتها بالاداء الاوفر بتاعك ده اللي هو الاداء الاوفر بتاعي. الاوفر الجميل اللي هو اللي مفيش زيه. عدي الليله يا ريس. عدي الليله ده اخر يوم في الموسم. اخر يوم ليا. ايوه. بس عموما بص يا عمر، هتبص للناس كده ها، ويعني ايه تركز عشان هتقول كلام مهم، وبعدين تقوم باصص للكنترول ورا وتقول اقفل يا ابني. عشنا وعرفنا ما عشناه، اللي مطالة شنجي وليكي وحكي 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 وح